الله يعطيكم العافية. الآن راح نحكي عن الفريم الرابع من الاستراتيجي اللي أنا لازم أمشي عليها عشان أعمل أو عشان أجمع لارج أي أو تي نتورك أو لارج أي أو تي سيستم، اللي هو everything can be automated. Everything can be automated. مصطلح automation أو autonomy بنسمعه كتير في التقنية، وأصلاً إحنا في المساق هذا حكينا فيه بشكل كبير. خلينا نرجع أذكر فيه كمان مرة. فكرة الأوتوميشن معناها أنه يكون الديفايس أو الهاردوير self-driven أو software controlled. self-driven أو software controlled الاثنين نفس الاثنين نفس المعنى. إيش يعني؟ بمعنى أنه على سبيل المثال السمارت هوم، سواء التحكم من ناحية الإضاءة والحرارة والتدفئة والشغلات هذه تكون بشكل أوتوماتيك بدون تدخل الإنسان. مين اللي بيعمل، مين فعليا اللي بتحكم فعليا بشكل اوتوماتيك؟ اللي هو السوفت وير، يعني اللي بحقق الاوتونومي او اللي بحقق الاوتوميشن هو السوفت وير. فانت فعليا بتكون رابط كل هذه المكونات الكهربائيه والالكترونيه على سوفت وير هو اللي بتحكم فيها. فهذه فكره الاوتوميشن. الان مهم جدا تكون اللايرز عموما بغض النظر الاجهزه نفسها تكون اوتوميتد. بمعنى مش منطق انه يكون في عندك سيستم اي او تي كبير وفي اجهزه كثيره وطبعا كلهم بيتصلوا في النهايه على كور سيستم او على الكلاود، ويكون الكلاود السيستم اللي على الكلاود بده تدخل الانسان، يعني لازم الانسان يتدخل في القرارات اللي بتطلع من السيستم اللي على الكلاود. طب وانت ليش عامل اي او تي يعني؟ يعني بعدين انت بتحكي عن عدد هائل جدا من الريكوستات وطلبات المعالجه، وكلها بدها معالجه وكلها لازم تكون القرارات صحيحه. فانت لما تيجي تدخل انسان في الموضوع بصير فيه بطء كبير في هذه العمليه، اضافه انه الفكره نفسها مش منطقيه. ففكرة انه everything can be automated انه انا بقدر اخلي الاجهزة على مستوى اللايرز كلها، سواء في اللايرز بتاعت الديفايسز او السيستم اللي على الكلاود، تكون automated بتشتغل بشكل automatic. في هذا المثال زي ما قلنا التحكم في السمارت هوم زي الاضاءة والبواب والاقفال والتدفئة والشغلات زي هيك بكون كله automatic. طبعا في اجهزة بتقدر انت تستخدمها عشان تتحكم من خلال الصوت، أجهزة أصلاً بتكون مخصصة للموضوع هذا، مخصصة لموضوع الفويس كوماندز، زي أليكسا. أليكسا جهاز مشهور جداً، زي جوجل أسيستنس. جوجل أسيستنس يعني من حوالي سنتين صارت تدعم العربي بشكل ممتاز، يعني دعم العربي فيها يعتبر إيش، خلينا نقول إنه ممتاز. طيب كيف بدي أحقق الـ everything can be automated؟ كيف بدي أحقق الـ everything can be automated؟ بدعم الأربع شغلات. اول شيء سبورت الدي اس اس، ميك ديفايس ثينك، سبورت الاي اي والماشين ليرنينج، وفي موضوع جديد علينا هو انتنت بيزد نتورك. خلينا اجي على الموضوع الاول حكينا فيه برضو سابقا، موضوع ان انا بدي ادعم الديسيجن سبورت سيستم. احنا قلنا سابقا واحده من اهم الخطوات في البرفيزف كومبيوتنج اللي هي الخطوه الاخيره اللي هي اتخاذ القرار بشكل اوتوماتيك. المسؤول عن اتخاذ القرار اسمه ديسيجن سبورت سيستم، دي اس اس. الان انا في عندي اشكاليه انه الاجهزه زي السمارت فون والثلاجات والغسالات صعب جدا يكون قرارها اوتوماتيك لانه هذه اجهزه فرعيه. فايش بدي اعمل؟ بدي اضيف عليها دي اس اس، يعني بدي اضيف عليها انظمه ديزيجن سبورت سيستم او سيستمز، بحيث انه يكون الجهاز نفسه قادر انه يطلع قرارات بشكل اوتوماتيك. النقطه الثانيه اللي هي ميك ديفايس ثينك، واللي حكينا فيها برضو سابقا، انه انا بدي اخلي الاجهزه اكثر ذكاء، بحيث انه من خلال انه انا ادعم المكونات الاي اي فيها بشكل اكبر، وهذه هي النقطه الثالثه. النقطه الرابعه اللي هو الجديد علينا انتنت بيز نتوركينج. طيب الشبكات عموما احنا عارفين الشبكات، شيء جيب سلاك ووصل سلاك وراوترات وهبس ومش عارف ايش والقصه هذه كلها، واذا عطل هب معين لازم يروح فن الشبكات يدور بنفسه عشان يعرف وين المشكلة. إذا في سلك معين ضرب بده يروح يفحص بنفسه كل سلاك عشان يعرف وين المشكلة. وطبعا هذه إشكالية. الانتنت بيز نتورك فكرتها إنه هي بتستخدم الـ AI بحيث إنه هي بتقدر تدير الشبكة بنفسها وتدير الأعطال بنفسها. ولو صار في تغييرات معينة أو صار يعني مثلا الشبكة انضافت عليها أجهزة جديدة، لأن الأجهزة الجديدة هذه لازم تتعرف. لا، هنا في الاي بي ان الشبكه اوتوماتيكيا بتعرف الاجهزه الجديده وبتتعرف عليها، يعني بتتعرف عليها وبعدين بتعرفها. ففكره الاي بي ان هي عباره عن نتورك بتدعم الاي اي بحيث انه هي تزود الاوتوميشن، يعني تزود الاتمته في اداره واصلاح الشبكه.
يعني لو صار عطل الاي بي ان بتعرف مكان العطل بالضبط، اذا كانت قادره تحله بتحله، ما كانتش قادره تحله على الاقل بتبلغ بفني الشبكه وين العطل بالضبط بدل ما يقعد يلف حوالين حاله. اداره الشبكه، اداره الريكوستس بين الشبكه، التغييرات الجديده، لو لازم تغييرات في الاعدادات على الشبكه بتغير بشكل اوتوماتيك، لو في جهاز جديد انضاف بتتعرف على الجهاز وبتعرفه برضه بشكل اوتوماتيك. فهذه فكره الاي بي ان، وطبعا هذه مهمه جدا جدا في الاي او تي. في الاي او تي انا بحكي عن شبكه ضخمه جدا على مستوى مدينه او دوله او عده دول، فاذا انا بدي اشتغل بالطريقه اليدويه التقليديه ان انا اروح اصلح بايدي، معناها ان انا بدي اجيب امم متحده جديده بس عشان تقفلي على الشبكه وتراقبها وتقعد تعملها صيانه، ما فيش احلى غير هيك. لا، فانا بستخدم اوتوميشن في اداره الشبكه، واللي بيعمل لي سبورت لهذه الشغله اللي هو الاي بي ان. فبشكل اساسي في عده مهام بتقدر تعملها الاي بي ان بشكل كفو. اول شيء انه هي بتقدر تدير التاسك بشكل اوتوماتيكي. التغيرات اللي بتصير بين الاجهزه سواء جهاز انشال او جهاز جديد انحط تقدر برضه بشكل اوتوماتيك انه هي تتعامل معها. بتتعامل بشكل اوتوماتيك مع تغيير الاعدادات، اضافه انه اهم نقطه طبعا الكونكشنز والكوميونيكيشنز بين الاجهزه لازم تكون بشكل اوتوماتيك، وطبعا هذه هي اهم نقطه. فهذه باختصار فكره الاي بي ان اللي تعتبر واحده من اهم طرق تطبيق everything can be automated. الله يعطيكم العافيه.